فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها، وفي رواية أخشى عليكم أن تنافسوا فيها وتقتتلوا. ليس معنى هذا أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، بل إنه سيقع كما يأتي في الأحاديث. نعم. ولكن معناه أنه خاف عليهم الدنيا أشد مما يخاف عليهم الشرك، من الشرك، لأنهم فهموا الإسلام وعرفوه ودخل الإيمان في قلوبهم وتمكن من قلوبهم، فوقوع الشرك فيهم قد يكون قليلا، ولكن ليس معناه أنه لا يقع. نعم. فلا يفهم من هذا الحديث ما يفهمه المخرفون أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك أبدا. وأين عباد القبور الآن وعباد الأضرحة وغير ذلك من الذين، حتى عباد الأوثان؟ نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما يأتي. نعم. أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان ومن يعود إلى عبادة الأوثان في آخر الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خاف عليهم الدنيا أشد من خوف الشرك عليهم.